السلام عليكم خوتي، مشركو غير بخير، كنتمنى تكونوا كاملين باحسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا شويه على الفيديو كليب ديال سعد المجرد اللي سميتو غزالي. صراحه هذا الكليب زين وعجب المغاربه وعجب بزاف الدول، واللي حطم رقم قياسي في الطوندونس، راه كلاسي الاول هنا في المغرب. وبغينا نشوفوا الدول الاخرين واش راه ولا لا. اول بلاد غادي نبداو بها هي الجزائر. خوتي قبل ما نبدا الفيديو بغيتكم ديروا لايك، تشتركوا في القناه. نبداو دابا الفيديو، خليكم معايا. اول بلد غادي نبداو به هي الجزائر. الجزائر راه مكلاسي الاول في الطوندونس، وموراها داك الشاب جليل. غادي ننتقلوا لشي دوله اخرى ونشوفوا واش طالع في الطوندونس ولا ما طالعش. مثلا غادي نمشيو للسعوديه نشوفوا واش طالع ولا ما طالعش. نمشيو للميزيك، السعوديه طالع الاول في الطوندونس. غادي ننتقلوا شي بلاد اخرى ونشوفوا شنو كاين. غادي نمشيو مثلا، مصر. غادي نشوفو مصر، غنديرو ميزيك، نطلعو على الباج نشوفو. في مصر مكلاسي التالت، غادي نمشيو شي بلاد اخرى وغادي نشوفو واش طالع في الطوندونس في البلدان الاخرين ولا مطالعش. مثلا غادي نمشيو للامارات، غادي نديرو ميزيك. في الامارات راه مكلاسي الاول، حتى هو في الامارات مكلاسي الاول. غادي ننتقلوا شي بلاد اخرى وغادي نشوفوا واش طالع في شي بلاد اخرى ولا ما طلعش. مثلا غادي نمشيو لفرنسا، غادي نمشيو ميوزيك. فرنسا طالع زوج في الطوندونس. غادي ننتقلوا شي بلاد اخرى وغادي نشوفوا واش طالع في شي بلاد اخرى ولا ما طالعش. مثلا غادي نديرو ليبيا. في ليبيا طالع الثالث في الطوندونس. غادي ننتقلوا شي بلاد اخرى وغادي نشوفوا واش طالع في شي بلاد اخرى ولا ما طالعش. غادي ننتقلوا مثلا، لتونس وغادي نشوفوا واش طالع ولا ما طالعش في تونس. في تونس طالع الزوج. غادي نديرو شي بلاد وغادي نشوفو واش طالع فيها ولا ما طالعش فيها. مثلا غادي نختارو شي بلاد تكون، مثلا غادي نختارو، غادي نديرو مثلا إسرائيل. نديرو طونطونس ديال إسرائيل، نهبطو لاباج، غنديرو ميزيك. واو، سعد المجرد طالع في الطوندونس ديال اسرائيل، مكلاسي مكلاسي 13 في الطوندونس في اسرائيل. الخوت بغيت نوضح واحد الحاجه قلتها على اسرائيل. اسرائيل ما كايناش، ما معروفاش نهائيا، ما عندهاش حتى دوله، والقدس هي عاصمه ديال فلسطين. خوتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، ما تنساوش الاشتراك في القناه. خليت لكم الراحه، تهلاو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.